ناشنال دبكة داي، لاقونا ب 11 آب عمعاصر الشوف تنحتفل بالعيد الوطني للدبكة ونحضر أجمل العروض. أقوى فرقة بمسابقة جبلنا رح تمثل لبنان بمهرجان مراكش الدولي للفولكلور. للاستعلام 05-350-151. صباحكم بالخير مشاهدينا، صباح الخير، صباح الخيرات لكل يلي انضموا لرفقتنا بها الصبحية. مثل ما شفتوا بالأوسما قديش عن جد اللبناني عنده إصرار مش بس على الحياة وإنما كمان ليكون متمسك بجذوره وبتراثه، لأنه هيك منعرف الشعوب علينا، التراث، الموسيقى وكل ما يخص اللبناني من كل النواحي منحمله معنا للخارج. اليوم بيسعدني استضيف معي رئيسة مهرجان جبلنا مدام يولا نجيم. أهلا وسهلا فيك يولا. أهلا فيك، شرفتينا. من اللوسما منحس بالنشاط قديش أنتو أكيد ما عندنا نهار الدبكة، يعني أقل ما يدبكوا كل نهار أكيد، يعني الدبكة يلي فيها عنفوان، الدبكة أكيد يلي عن جد بتحسسنا بالأرض مثل ما بيقولوا، أنه إذا بيحكوا الناس عن شيء بيجمع بلبنان هو عن جد الدبكة. صحيح. انه ما ضروري تعملي خطاب، بس يسمعوا الناس دبكه بيقوموا كلهم سوا بيمسكوا ايدين بعضهم وبيضربوا بالارض، يعني ما عايزين يكونوا يعرفوا مين جاره. صح. من وين جاي، مين هو، شو بيفكر، كله بيمشي لوحده، بيضربوا بالأرض ليحسوا أنه في هذا الانتماء للوطن، للأرض. صحيح، يعني نحن وقتا منقوم على الدبكة ما بتطلع مين ماسك إيد مين. أكيد لا، أكيد لا، ما ولا بتفكري. وهذا الحلو بخلطة المهرجان، يعني المهرجان الدبكة بيبقى فيه عالم من كل محلات، بنسميهم البيروتيز مثلا، اللي بيجوا من بيروت اللي ما معهم خبر بالدبكه. بيجي الناس من البقاع، من الشمال، من الهيدا، وهلا عم باخذ الفرصه لحمسهم انه يضلوا يجوا السنه، ما يفتكروا انه ما يتاخذوا بكل الظروف اللي عم عن جد لانه شوي عم نزيدها نحن كمان. يعني اذا واحد بحلل نتفه بشوف انه مش هالقد انه رح يصير، انه اذا شوي واحد بحلل شوي، يعني ما نروح دغري بالعواطف. اي ما هي عرفتي كيف، اي ما هو بيصير في كل وسائل الاعلام لسوء الحظ، يعني بده يفرجوا الشيء اللي بيعمل سكوب او سكاندال، بس ما بعود فينا نفكر. صح. بالعقل البارد. وقت حكينا عن مهرجان الدبكه، يعني هو امتين بلش وكيف طلعت الفكره؟ نحن جمعيه بنعمل مهرجانات من 2005. أول مهرجان بالجبل كان اسمه جبلنا. بعد لنقول مش الحرب بس بعد العودة وكل هيدا بالجبل. 2005 سميناه جبلنا لأنه ما كان في بعد مهرجانات أبدا. نعم. ولا بجبل، حتى بكسروان أو بغير مناطق ما كان في. دونك سميناه جبلنا لنقول إنه هيدا مهرجان الجبل، إنه مين ما كان بيجي بيقدر يشارك فيه. كان هو مهرجان مخصص للبيئة. أوكي. أكتر شيء، يعني كل سنة كان عنا موضوع للبيئة، للتوعية، وكنا نعزم كل اللي بعده الحال اليوم، كل المنتجين الصغار اللي كان عندهم منتوج كتير صغير ليقدروا يبيعوه. هلا اليوم لما بنحكي بهيدا الشيء صار ترندي شوي. صح. انه صار يعني كلنا بنعمل هلا بيئه وتنميه مستدامه والمنتجين والهيدا، بس يعني احنا عم نحكي ب 2005، 2005 ما حدا سامع بهيدا الموضوع ولا عارفين شيء، كنتوا افانغارديست ولا بيفكروا فيه. دونك اللي كانوا يجوا يعرضوا معنا كل ست عندها 100 مرتبين او 50 مرتبين مربع او شيء كانت تبيعوا بهيدا المهرجان، مشان هيك بينطروه، حتى العارضين بينطروا كتير هيدا المهرجان لأنه بيجي كتير عالم وصار عنا صيت بهيدا الشيء. هلأ نحن كتير فخورين لأنه عملنا مثل بايونير لكل المهرجانات اللي صارت هلأ بالجبل،
وعن جد كتير حلو انه يعني فينا نقول انه نحن كنا السباقين. مش السباقين، بتعرفي دائما في حدا ببلش شغله وبعدين لما بتزبط كل حدا بيجرب يعمل متلة. مش مثلها بس بيستوحي منها، مش معناتها مثلها، لانه كل ضيعه لها خصوصياتها، كل منطقه لها بتلاقي برنامج لها، وهيدا الحلو، بس انه بيستوحي من فكره شو صار. السنة شو الاستراتيجية اللي رح تكون؟ 2015 علقنا بالزبالة، ما كان فينا نحكي عن البيئة لأن كنا مستحيين بهذا الوضع. اجت فكرة الدبكة، اوكي، ومن هون بلش اليوم الوطني للدبكة. هلا نحن اكيد كل الوزارات معنا، من اليونسكو لوزارة البيئة، لا باردون، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة السياحة، لأن هذا الموضوع بخص كل لبنان. صحيح، يعني مش إنه ولا فئة ولا كل لبنان بخصه بهذا الشيء. هلا الجديد اللي صاير معنا السنة، وإن شاء الله ياخد حقه، يعني إن شاء الله يجي كتير عالم بس ليتفرجوا قديها الفرق السنة عاملة جهد، لأنه السنة لأول مرة بيكون عنا مسابقة رح يشاركوا فيها فوق يمكن 12 أو 13 فرقة، وهيدول محضرين حالهم، لأنه اللي بده يربح رح يكون عم بيمثل لبنان بمهرجان مراكش الدولي للفولكلور. هيدا المهرجان بيكون بأكتوبر ب 27 تشرين لمدة 4 أيام، بتنعزم الفرقة لهونيك، بيكونوا بين 10 و 12 شخص، وبيشاركوا بأربع أيام مع 40 دولة. حلو، هيدا أول مرة لبنان بيكون مشارك بهيدا المهرجان، ورح يصير لهم مجال يتعرفوا على كل هيدول المشاركين وكل المنظمين تبع هالأيامات الفولكلور. لا أبدا أبدا، بس هيدول مهرجانات الفولكلور كتير مهمين بالعالم، مش بس بمراكش، بيجي فولكلور من كل العالم. أوكي. ما بيكون مش دبكة بس، اللي عنده دبكة بيرقص دبكة. أوكي. اللي عنده مش تنافس على رقصة الدبكة ما هي تنافس. المهرجان الفولكلور ما هو تنافس، هو عرض فولكلور البلد. حلو. أوكي. يعني إذا مشاركة ما بعرف صربيا، روسيا، فرنسا، كل واحد بيعرض، إسبانيا بيعرضوا شو بيمثل الفولكلور تبعه، الفولكلور تبعه بالزي، بالميوزيك، بالخطوات، كل شيء. بقى رح يكون الفرقة رح تقدم عرض أو اثنين أو ثلاثة، يعني حسب هن بيعطون البروغرام اللي هيدا، بلس رح يكون عندهم سياحة بمراكش، يعني 4 أيام مش الحال حلوين يعني فولكلور. وبيتعرفوا كمان على بيتعرفوا هيدا. بقى هيدا أول مرة، يعني نحن كجمعية كتير صغيرة، هيدا خليهم يشاركوا بهيدا المسابقة كتير كتير طلبت منا مجهود، لأنه أكيد هلأ مع تغيير الايامات وما بقى في سبونسرز مثل قبل، وعرفتي كيف، يعني كثير مجهود في تكلفة سفر، وهيدا في كلفية مش بس السفر، يعني في تنظيم عن جد كثير كبير، لانه في السفر، في الفيز، في القعده هونيك، في الترانسبورت، يعني كل هيدا الموضوع. بقى هيدا لنحكي عن المسابقه. بعدين شو الشروط هون؟ السؤال شو الشروط يلي انتم قبلتوا هول الفرق بلبنان؟ لقلك شيء، نحن حبينا السنه لانه مثلا في كتير فرق كتير محترفه. صح. اوكي. وهيدا الفرقه الكتير محترفه مثل كل واحد بيصير عنده احتراف، يا بيصير متواضع يا بيصير مش متواضع. بقى في كتير حرف محترفة ما بدها تفوت بالمسابقة لأنه هن كيف بده يطلع قدام لجنة حكم وهيدا. بس أنا بقول بالعكس، كل ما واحد كان محترف كل ما لما لازم يخاف، لأنه اوريدي هو عامل اسمه، إذا عارف اسمه هيك. بقى نحن على كل حال قبل يعني ما حطينا شروط للفرق،
لانه لشغلتي حطينا شروط اكيد انه يكون عندهم باسبورات موجوده جاهزة فياز ما فيهم ياخذوها نحن بنعطيهم نحن بدنا نأمله باسبوراتهم تقدر بس على القليل باسبورات حتى لو مش مجدده لنقدر نجددها بس مشان اذا صار مشكل بعدين ما يكون الفرقه ما قدرت تسافر وبعدين تركنا الخيار لهم هن ينقوا الغنيه والعرض بين 2 و4 دقائق اكيد اذا تجاوزوا ال4 دقائق بيخسروا نقاط لازم تكون هالقد اكيد اكيد ما في لجنه حكم وفي 4 دقائق هو الوقت وبعدين في على التياب على الغنيه على الايداء على كذا شغله والعدد الدبيكه نحن اللي معزومين على مراكش لازم يكونوا بين 10 و12 حتى اذا عملوا عرض هون اكثر اللي بيسافروا على مراكش بين 10 و12 مشترك صبايا وشباب اكيد ضروري أكيد. كان ضمن الشرط ولا لا لا ما عندنا شرط شيء لكن نحن تركنا المجال عن جد حتى للفرق اللي عبالها لانه هل تسجلوا عم بيشتغلوا على حالهم عم بيشتغلوا على حالهم ليربحوا هيدي المسابقه اوكي هلا اذا ربحتي ولا ما ربحتي بس انت اشتغلتي على حالك صح اوكي اشتغلتي على حالك يعني مثل اللي بيروح بيشتغل بيشارك بالديفويس او حيلا مسابقه عالميه بيكون اشتغل على حاله ليشارك بهيدا الشيء مش معناتها اذا ما ربح ما بيكون اخذ جهد معه صح. اول شيء بيكون حسن حاله تاني شيء بيكون صار معروف أكتر تالت شيء بيكون عم بيجرب لتاني وبيكون تعلم يفوت بمسابقة لأنه هيدا الموضوع بده كتير التزام وبده تواضع بالعقل أنه الواحد لازم يضل يشتغل على حاله ليضل يحسن حاله لأنه عم نحكي فولكلور وعم نحكي بدنا ننقل صورة لبنان للخارج قديش كنتوا حريصين أنه الخطوات تكون بالدبكة مش متاخدة من كذا بلد يمكن كمان عندهم الرقص وعندهم الدبكة وعندهم الخطوات ليكي لأنه نحن حطينا منحط على طول لأن نحن بنعزم فرق فلسطينية فرق أرمانية كلها تشارك معنا هلأ الدبكة السورية والدبكة الفلسطينية والدبكة اللبنانية منن ذات الشيء ما هيك ايه. اوكي كل واحد عنده فرق والفلسطيني كتير كتير شعب متعلق بالدبكة تبعه يعني صح. بالجامعات بأمريكا كل نادي بجامعة فيه تلاميذ فلسطينية عندهم دبكة ما طبيعي يعني كأنه هيدا الشغل الوحيد يعني اللي بعدها متمسكين فيها بقى اللجنة اللي موجودة مشان هيك السنة لأنه رايحين نمثل لبنان الفرق الفلسطينية أو غير ما لها حق تشارك بالمسابقة رح يعطوا عروض بس في عروض أوكي. بس ما بيشاركوا بالمسابقة ما بيشاركوا بالمسابقة لأنه رايحين نمثل لبنان أوكي دونك الجوري اللي موجود رح يكون هو عم لجنة الحكم رح تحكم على هالأساس على هالإداء نعم أنه تكون دبكة لبنانية من لجنة الحكم؟ يعني لجنة الحكم عنا السيد مازن كيوان سيد ربيع النحاس عنا علي حليحل ست ني لحود مين بعد فيه بسام أبو دياب يعني كلهم هدول الناس خصهم بالدبكة وبالباكراوند تبع الدبكة والتراث خلينا نحكي شوي عن الفرق يلي شاركت تقريبا انتو قديش صرتوا كم فرقة هلأ نحن السنة تقريبا عنا ما عند العدد الأخير لأنه كل يوم عم بتطور شيء معنا يمكن في شي 12 فرقة مشاركين بالمسابقة وبعده الباب مفتوح للمشاركة ولا خلاص؟ أو برنسيب هي الأحد يعني بده يكونوا محضرين حالهم أو يعني إلا إذا كان حدا عنده شيء حاضر ومحضر حاله لهيدا أهلا وسهلا فيهم والأعمار كيف تراوحت؟ ما في كمان ما عندنا شروط صح هلا معقول نشوف الصغار ونشوف الكبار هلا اكيد عندنا عروض بالاول لان احنا بنبلش الساعه 2 واحدة ونص 2 لثلاثة ونص بيبقى في عروض لنوادي عروض لهدول اللي هن منهم مشاركين بالمسابقه 3:30 تقريبا بتبلش المسابقه وبنخلص تقريبا الساعه 6 دونك هاللي بده يجي لعنا من الظهر وطالع عن جد لكل بعد الظهر بيقدر يحضر الشوات كلهم عروض الدبكه
واكيد عنا اطيب اكل وعنا موني وعنا حرفيين وعنا اكاديمي للدبكه. حلو. اكاديمي في محل رح يكون في مخصص مع 10 او 12 مدرب ليعلموا الاولاد والتين ايجرز الدبكه. يعني في اكسبيرينس كامله رح تكون نهار الاحد. أكيد. نهار أكيد. واحد رح يكون كل هيدا. نحن كل مهرجاناتنا نهار واحد. مهرجان البيئة نهار واحد، مشوار مع مغوار نهار واحد، يوم الوطن للدبكة. بس بتتعبوا كتير يعني لنهار واحد. يعني نتعب كتير بس لأنه لقلك ليه، لأنه هو ما فيك تقسمي مسابقة على يومين. صح. عرفتي شو؟ بقى منفضل أنه يجينا كتير عالم على نهار واحد يستفيدوا من فول اكسبيرينس، وما بدنا نوزعه على كذا يوم. اكيد يعني تكونوا ناجحين بنهار واحد دسم مثل ما بيقولوا. ايه عرفتي كيف؟ لانه نحن مش مهرجان عادي يعني. ايه. انه مش مهرجان انه اكيد في معارض مفتوحه. ايه. وبيجوا في مغني عشيه وهيك، ما عندنا هيدا الشيء لانه ما بلشنا بهذا الشيء. ما بعرف ليه. وين النقطة يلي رح تكونوا فيها بالمهرجان؟ نحن بكل ضيعة معاصر شوف، هلا نحن المعاصر ضيعة تبع لمحمية أرز الشوف، لكل المحمية، أكيد عنا غابة المعاصر، في شاتلز كل نهار بيطلعوا الناس مجانا ليزوروا الغابة. أوكي. اللي هي على 10 دقائق بعد. نعم. من الضيعة. بعدين عنا معصرة قديمة مرممة من محمية أرز الشوف كمان فيهم لهم زيارة. عنا أتوليه لتقطير اللافوند، هذا كله بذات النهار يعني. حلو. غير أنه الناس بيدبكوا وبيرقصوا. ايه. وبيفرحوا وبياكلوا، بيستفيدوا من السياحة، بيستفيدوا كمان من يتعلموا أشياء ويزروها. بعدين نحن عنا وبعدين الوصلة على المعاصر من كذا منطقة. يعني فيك تجي من طريق الباروك يعني، إذا أنت ساكنة مثلا جهة بعبدات. أوكي. المتن هيدا. صح. من فوق. تجي من فوق لأنه الطريق كتير حلوة عن جد يعني، هي اكسبيرينس كمان الطريق. صح. هي بحد ذاتها لأنه بتمر لحديت حمانة الباروك وبتوصلي. هلا إذا جاي من الدامور عنا بواسط بستاركو مع كونكس، طلع ونازل 10 دولار على الهيدا. أوكي. وإذا في باس كامل بدهم ياخدوه فيهم نأمن لهم باس كامل. إذا في جروب حلو كمان طالعين كلهم سوا فيهم يتصلوا بكونكس بأمن لهم هيدا الشيء. دوك بيطلعوا من طريق ال من الدامور لعندكم لعنا. وبعدين اللي جاي من البقاع لأنه بيجوا من جهة كفرية. اللي هي كمان طريق رائعة. ونحن على كل مدخل يعني من جهة بطمي، من جهة الباروك ومن جهة الأرز البقاع، عنا باركينجات مأمنة مع باركينج فالي باركينج. هن بيصفوا العربيات وفي شاتلز، فري شاتلز بتجيب العالم على الضيعة مع الدرك والباركينج. يعني كله مأمن ليكون نهار طويل مرتاح. لكن عن جد أنه نحن يعني منجرب نأمن كل شيء ليكون هيدا نهار هيك مثل ما قلتي ما نفرفت فيه. أي. يعني بيجوا عن جد في اكسبيرينس بعيشوها من اول لحظه. ايه. انه بيوصلوا في شيء بحسوا فيه وبفلوا هن. ما في تامور يعني، ما في لحظات، ما ولا زهق. ايه. ولا انه بيقعدوا بيدوروا. ما بدنا اياهم يمسكوا التليفون. صحيح. بدنا يمسكوا التليفون ليعملوا احلى صوره دبكه لانه في مسابقه للدبكه. دونك بينزلوا هاشتاج ناشونال دبكه داي، واحلى صوره كمان عنا مسابقه فيها للدبكه كمان صوره يعني للدبكه. يعني الاوديونس مشارك بهيدا كله، بيدبكوا مع العالم، بنقوا الفرق يعني، بحمسوا الفرق. أيه. اللي عم بتشارك بالكومبيتيشن وبيعملوا لنا احلى صوره دبكه. يعني مثل ما عم بتقول اليوم اذا بنسمع هيك اول 2 نوت من غنية فيها دبكه كل العالم بتقوم. أكيد. مع الدبكه كيف. أكيد. اذا الجو كله هيك مغمور. مش هيك عم بقول انه عن جد طلعوا كلكم وشاركونا بهذا النهار، لانه مثل ما قلتي هو كثير تحضير. كثير تحضير لنهار واحد. أكيد. بس هيدا نهار حرزان يعني، حرزان المشاركة، حرزان يكونوا. بعدين حلو تشوف قديها الشباب والصبايا تعبوا ليحضروا المسابقة أو ليحضروا العروض وليحضروا هيدا. وبعدين أكيد هيدا الفرقة اللي رح تسافر كمان رح يواكبها الإعلام هنيك يعني، رح يواكبها الإعلام بس تروح، رح يواكبها الإعلام بس ترجع
كان لنا معكم لقاء باستضافه للفرقه الرابحه. اكيد اكيد من قلبنا يعني بتكون، لانه فعلا أكيد. تمسك بالتراث منه هين يعني بالوقت اللي يعني عم بتفوت فاتت اوريدي العولمه والعصرنه والفرانكوفون وكل هول الامور، بس احنا متمسكين بدبكتنا اللبنانيه اللي عم تتعلم بالصين عم بيعلموا على كل حال. هي ما فيك يعني انه ما فيك اليوم تشيل الفلامينكو من اسبانيا لو صح. شو ما صارت بس إنه بس لازم نحن نضل مستكين هيدا فيها يعني. هيدا اول شيء ما هيدا التراث ما بيجي بس لانه بيجي من طبيعه الارض من طبيعه العلاقه مع الناس صح. من طبيعه الغنى من طبيعه أكيد. يعني له يعني بيخلق من كذا شغله. ما هي طبعا. اصلا الدبكه ما كان فيها كوريغرافي 100%. على امل ضلنا شابكين ايدينا بايدين بعض ونربط باذننا بس هيك لنضلنا نقول نحن باقيين بهيدا الوطن. اهلا وسهلا فيكي يا لنجيب، كل التقدير لك ولجهودك لكل الناس اللي عم بيشاركوا معنا ولفرقه الجيري ولمحميه ارز شوف ولكل اللي دعمونا السنة، لأنه ما فينا نسمي على التلفزيون، بس أنا بتشكرهم كلهم. أكيد أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. Good luck للأحد. لكن Thank you. لحنروح مشاهدينا لفاصل ومنرجع لكم.